من أجل السهر على تطبيق مواقيت الحجر الصحي تبشر يومياً خلال الفترة المسائية مصالح أمن دائرة وادي العليق بالبليدة خرجاتها الميدانية لتجديد عمليات المراقبة على المحلات التجارية والأحياء الشعبية والوقوف على مدى احترام توقيت الحجر الصحي. قمنا بوضع مخطط أمني للقيام بالمهام المواكلة إلينا من طرف القيادة، والتي تصب من خلالها أول في بدء الأمر متعلقة بغلق المحلات التجارية، وين تكون حملة تحسيسية موجهة لفائدة أصحاب المحلات التجارية بغلق يعني كل المحلات التجارية قبل الموعد المحدد، يعني موعد الحجر اللي هو على 8 مساء، وبعدها يعني نعطيه لهم تعليمات أنهم يكونوا في المنازل تحهم 8 مساء، يعني الحجر يكون تام ابتداء من الساعة 8. تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالوعد يتزم فيه.